أنا أحدثكم من هنا من الواجهة البحرية للجبال الصناعية، هذا المكان الذي يعتبر أيقونة للمشي باعتبار وجود الممشى الرياضي. وما دمنا نتكلم عن المشي، فبالفعل فريق المشي النسائي بالجبال الصناعية يضم أكثر من 640 مشاركة. هذا الفريق تحت إدارة مؤسسة القيادة والإبداع بإشراف المدربة سعاد بوسبيد. هناك تكامل حقيقي لعمل مؤسسي لهذا الفريق يشرف عليه رياضيا المدربة الرياضية رجاء النجار، وتشرف على برامجه الغذائية أو التغذية الصحية للفريق الأخصائية التغذية ناصرين محمد. هذا الفريق وقبل الجائحة كان يمارس نشاطه الرياضي في الصالة الرياضية بنادي الحي بدعم من مديرة النادي أميرة العمري. هناك تكاتف نسائي جميل للوفاء باحتياجاتهم في هذا المجال. كثير من المشاركين الآن يمارسون أو المشاركات عفوا يمارسنا رياضة المشي من خلال جروب على الواتساب به عداد لخطوات المشي اليومية يتم خلالها إعلان الفائزة يوميا وفق برنامج 30 يوم صحي. هذه المشاركة الجميلة فتحت الباب لدخول أعضاء من خارج الجبال للمشاركة فيه. هؤلاء النسوة يطمحن أن تزور الجائحة سريعا، وأن أيضا الصيف يسحب أردان الرطوبة والحر بعيدا ليقبل علينا البراد أو الأجواء الجميلة ليمارسوا المشي في واحد من أجمل. أنا أترك الكاميرا الآن تأخذ لقطة لهذا الممر الجميل الذي يمثل واحد من الممرات الجميلة التي يمارس فيها أهالي المدينة المشي. هذه الممرات تعكس مدى التخطيط الحضري الذي تعيشه المدينة في ظل الهيئة الملكية وتعليماتها. هناك أيضا ممرات داخل الأحياء لخدمة الحي نفسه لممارسة كافة أفراد الأسرة للمشي. هذا ما لدي بخصوص هذا الموضوع في مشاكل الفريق المشي النسائي بالجبال الصناعية. جميل، يعني فتحت نفسنا على المشي من صباح اليوم، وإن شاء الله بإذن الله يكون يوم سعيد عليك. المنظر صراحة رائع يفتح النفس عن المشي. شكرا لك. شكرا يا سعيد الشهراني مراسلنا من الجبال، يعطيك ألف عافية زميلنا.